السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الو، كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم العروضه ديالي. ديما تنقول لكم انا معروضه هنا. اليوم جات نوبتي باش ندير العروضه ديالي، دونك قلت ضروري نشاركها معكم. الو، غادي نشارك معكم التحضيرات، فين مشيت، اشنو تقديت. دونك كيف ما كتشوفوا، اول حاجه مشيت عند مول الدجاج حيت بغينا نديرو لي كوكلي. المهم مشينا هو الاول عند مول الدجاج، كوموندينا لي كوكلي على تيساه 3 ايام ولا 4 ايام من قبل باش يلاه يوجدهم لينا. الناس اللي غادي يسولوني الثمن ديال لي كوكلي شحال داير، المهم خديناه ب 14 او 15 درهم الوحده. كنا خدينا 20 وحده وخدينا عنده حتى لاداند. المهم من بعد مشينا لكارفور باش نتقداو كاع شنو خاصنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا الفرماج، جبن، دان في الماي. المهم حاجه جبن، خدينا جبن نورمال لايت. بالنسبه دان في الماي خدينا ديال العبار، كيجي احسن. خدينا الفرماج حفر. المهم كاع داكشي اللي غيخصنا. وهنايا نهار قبل العراضه مشينا جبنا لي كوكلي عند مول الدجاج، وكيف ما كتشوفوا غسلنا لهم، درنا لهم الحامض الحامض ولا الخل، المهم كل واحد باش كيغسل. من بعد مشينا لواحد المخبزه في الكويره، ها هي لوسيون. صراحه زوينه، ديما فيما كتكون عندنا شي عراضه هاد المخبزه بالضبط. لاش كنمشيو كناخذو عندهم خبز ديال درهم، غادي نشاركو معكم. المهم كتكون كنكومونديوها عندهم باش كنلقاو واجد، وكديروا معاهم حتى الوقت باش كيكون باقي سخون. المهم هنا بغيت نشارك معكم غير اشنو كاع كاين. بالنسبه للفنجات راه كاينه في الكويره. بالنسبه للناس اللي كان عجباتهم وانتريسي يقولوا لي في لي كومونتير، ان شاء الله غنمشي نجيب لكم لوكاليزاسيون، خليها لكم في ديسكريبسيون في صندوق الوصف. هنا شاركت معكم الاثمنه، فوالا هو الخبز اللي خدينا، راه خدينا تقريبا 20 وحده، 20 خبزه ولا اكثر. المهم من بعد خلصنا وعطونا التيكي، درنا معاهم الوقت ديال العراضه باش كيف ما قلت لكم لقاو خبز سخون. من موراها مشينا للسوق باش نتقداو شنو غادي خصنا. المهم كيف ما كتشوفوا البصله، الفلفل الحلوه، الدنجال، القرعه، الربيع. المهم راه شاركت معكم كل شيء. انايا هو الاول مشينا عند الخضاره، جبنا خضره ان شاء الله. راه كيف ما قلت لكم في المنيو غادي نديرو سلطه، غادي نديرو لي كوكلي معمرين والديسير بيان سور. المهم من موراها مشينا عند يوس اللي كيبيع مستلزمات الحلويات، راه ديما كنشاركو معكم كيف السوق في سوق الحد. صراحه التعامل ديالو زوين، الاثمنه ديالو مزيانه. فوالا خدينا عندو كاع داكشي اللي غادي خصنا في هكا في الحلويات. في العطريه كيبيع عطريه اللي زوينه بزاف، كيبيع ليمول، كيبيع اي حاجه هكا بغيتو. فوالا الفاني تا هو خدينا حتى غنحتاجو للصفا. هنا خدينا هادو لي بلاطو على حسب فين نديرو الحلوه، مع خديناها بالعبار. من موراها مشينا عند العطار باش ناخدو الزبيب حيت لقيناه في كارفور غالي. هو والبرقوق والمشماش. المهم خدينا كاع داكشي اللي خصنا، خدينا العطريه نتوما كتشوفوا بسيبي ساقع قله الخرقوم. المهم كلشي. من موراها مشينا عند مول الزيتون، خدينا عندو الزيتون، خدينا كورنيشون عند مصير الحار. المهم كاع داكشي اللي خاص. ودزنا للديسير كيف ما كتشوفوا، خدينا البنان، التفاح، الليمون، خدينا الكراس، خدينا الاناناس. المهم حاولنا ناخدو شويه شويه من كل شيء. خدينا هنايا الخس، هذا اللي غادي نحتاجو في لا سلاد. صراحه هذا الخس تيعجبني. خدينا هنا البيض ديال السمان. ومن موراها مشينا عند مول الحلويات اللي كيبيع الحلوه بالكيلو. هذا حتى هو كاين في السوق زوين، حدا مالي الخضراء، قريب لمالي الخضراء، قريب ليوسف مول لوازم الحلويات. المهم نتوما كيف ما كتشوفوا كتاخذوا عنده الحلوه بالكيلو، يعني مثلا كيلو 60 درهم راه تاخذوا منه شحال من شكيلات، يعني ماشي بالضروره 60 درهم تاخذ لكم غير شكل واحد، كتاخذوا شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا، وانتم درتوا بلاطو ديالكم غير ب 60 درهم. وصراحه عندهم لو شوا، وما شاء الله كنلقاو كاين عندهم عامر بالناس، عندهم حتى قريشلات عندهم. انتم نشارك معكم كيكيات، المهم اي حاجه بغيتوها ما شاء الله كاينه عندهم. هنايا غادي نشارك معكم اشنو تقديت. المهم حنا جبنا الفرماج، فرماج ديال لي ساندويتش. من بعد خدينا المايس، غادي نحتاجو في لي سالاد. خدينا الكيتشاب حتى هو زوين ضروري للصوص. هنا بالنسبه لايزابيل
بالنسبه للطون خديت ايزابيل جولي، ولكن غالبا غالبا غنخدم جولي صراحه، هو بزاف فاش كنخدم جولي، دونك ايزابيل غادي نحطوه ابار. هنا الشعريه الصينيه كنت خديتها، ولكن افان دو كونت ما خدمناش بها مازال. هنا خدينا الجبن، جبن لايت، كتاخدو 100 غرام 200 غرام على حسب شحال بغيتو. هنا خدينا دان فومي. هنايا شنو عندنا؟ هنا عندنا فوالا شنو خدينا عند العطار، القرفة، الزبيب، شماش، بسيبيسا، قعقلة، المهم كاع داكشي اللي كنحتاجو، القرفة عواد، هادشي التقدية اللي خدينا عند العطار. وهنايا شنو خدينا عند يوسف مول لوازم الحلويات، خدينا عنده هاد الحويدات كيجيو زوينين هكا، خدينا عنده اللوز افيلي للتزيين. ومن بعد مول الزيتونه كيف ما قلت لكم خدينا عنده الهريسه، خدينا عنده حامض مصير، خدينا عنده كورنيشون، وخدينا عنده هكا الزيتون، والزيتون مشرمل مشرمل ولا هي هذه. هنايا البنان هانتوما كيف ما كتشوفوا، ما خديناش البنان اللي كيكون قاصح، خدينا شويه طيب حيت انتشر العرض كيف ما قلت لكم كاينه الغد ليه. هنايا خدينا الاناناس، الاناناس كنا خديناه في كارفور، فوالا زوين صراحه، راكم عارفين الاناناس كيعطي واحد الشغم زويون بالنسبه للسلطات. خدينا هنا طوماط سوغيز، هنايا الخضره، فوالا فلفله حلوه هذه غنبغيوها في زعلوك، خدينا الخيار، خدينا الكرعه، فوالا. المهم كل حاجه كتلقاونا كناخذوا فيها كيلو كيلونس 2 كيلو، حنت دايرين حساب ديال 2 حطات يعني 2 طبلات 2 طبلات، داكشي علاش حاولنا اننا نكثروا. هنا عندنا خيزو، عندنا المكور، هذا المكور احمر زويون الموف. عندنا هنا الباربا، راكم عارفين حتى هي راه ضروريه. هنا البصله بيضاء وبصله حمراء، راكم عارفين في التغميره في الطواجن ولا في اي حاجه سبحان الله بصله بيضاء عندها واحد لوكوبو وحده سبحان الله. وهنا جبنا حتى بطاطا صغيره فوالا نسلقوها، وان شاء الله راه غادي نشارك معكم كل شيء. بالنسبه للطياب والتحضيرات راه غادي نشاركهم معكم في الجزء الثاني، بالي هذا الجزء شويه ما بغيتش نطول عليكم. وبالنسبه لهنايا راكم عارفين اي عرضه ضروري ان حتى من غير الطياب حتى الحاله ديالنا تكون زوينه، راه ما نسيناش ريوسنا. المهم هنايا عند غزلان، صاحبتي غزلان غزاله بيوتي، دخلوا عندها القناه راه عندها محتوى اللي رائع ما شاء الله عليها. صراحه المحتوى ديالها مني وجبد كيعجبني، ديما ضروري غتستافدوا منها، كتشارك معكم حويجات زوينين، كتشارك معكم بحال هكا شي هوات، شي حاجه اللي مبدله، شي حاجه جديده. صراحه محتوى عندها رائع. فوالا راه نخلي لكم هنا القناه ديالها غزاله بيوتي، خليو عندها وخليو ليها قليبات ومشيشات. وبغيت نقول ليها شكرا ليك بزاف بزاف على الوقفه ديالك، صراحه هي اللي وقفات معايا في هذه العرضه، من التقديه من الطياب من كل شيء ما شاء الله عليها. ديما تنقول لكم تبارك الله عليها حادقه، راكم عارفين بالنسبه لهكا الطياب ديال العرضات والناس كثر راه ما عنديش معها صراحه، هذه واقيلا اول مره غادي ندير هكا عرضه للناس كثر ووقفات معايا. شكرا لك بزاف اختي غزلان. المهم انا كيف ما قلت لكم غنشارك معكم التتيمه ديال التقديه شنو كاع خدينا. المهم خدينا الديسير، المنون، التفاح، خدينا البرقوق، خدينا هاد الاكياس ديال التجميد، هادو ان شاء الله غنستعملوهم في الطياب راه غنوريوهم لكم. خدينا هنا الليمون، فوالا خرقوم، خرقوم بلدي. خدينا الكيوي، فوالا هنا، وهذه العطريه اللي خدينا عند يوسف الحلويات. المهم العطريه راه عنده عطريه مدخنه حتى هي كتجي زوينه، عنده عطريه مكسيكان، عنده عطريه ديال البسطيله، المهم ما شاء الله عنده اي عطريه بغيتو غتلقاوها عنده. وصراحه العطريه راه تتبنن، راه كتبنن الماكله بزاف. هنا فوالا عندنا الكراز، تا هو كيعطي شغم زويون في البلا ديال الديسير. المهم بالنسبه للناس اللي غايقولوا لي الكراز ما بقاش ولا هادي ما بقاتش، راه العراضه دازت عليها تقريبا دابا شي شهر، غير راكم عارفين الصيف مع السفر والخريج ما كانش عندي لا وقت على حساب المونتاج، ولكن ان شاء الله غادي نحاول نمونطي لكم حتى الجزء الثاني هاد الايام ان شاء الله باش تشوفوا
التتمه ديال الطياب كيفاش طيبنا وكيفاش كانوا الاطباق النهائيه. المهم فوالا هنايا كاين لافوكا، الخس، الربيع، البيض السمان، المهم كاع داكشي اللي خاص. دونك كيف ما تنقول لكم ديما الى وصلتوا لهنايا، اول حاجه ما تنساوش ديروا لي جيم الفيديو، ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم باش حتى هما يبقاو يوصلهم الجديد واي حاجه اللي قدو يستافدوا منها. راكم عارفين محتوى هذه القناه راه محتوى متنوع من غير شهوات، راه كنشارك معكم خريجات، كنشارك معكم محلات، تخفيضات، مهم محتوى اللي غادي ينفع الصغار والكبار. دونك نقول لكم سلامه حتى الجزء الثاني ان شاء الله. باي باي.